السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله جبت لكم اقتراح ديال بيفي ديروا في المناسبات ديالكم او الاعياد او الحفلات اللي كيكونوا عندكم. نتمنى ان شاء الله بيفي ديال اليوم يعجبكم، ونخليكم دابا مع المراحل والمقادير ان شاء الله. نحضروا لي ماغلوم ديالنا او البوب كيك. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي جوج انواع ديال الكيك. هنا عندي بالشوكولا وهنايا عندي بالفاني. تقدروا تستعملوا غير الفاني، تقدروا تستعملوا غير الشوكولا اللي كان عندكم كتقضيو به. بعض المرات كنديروا جينواز كاتشاتنا ما نرميوهاش، كنديروها فواحد بلاستيكا او علبه كندخلوها المجمد. بعض المرات الكيك حتى هو كيشيطوا جوج تاع المصويات او ثلاثه حتى هما ندسوهم ما نرميوهمش ونخدموا بهم هاد الحلوات هكا اللي كيكونوا باردين. هنايا كما قلت لكم انايا عندي غادي نخلط، عندي الفاني وعندي الشوكولا ماشي مشكل. غادي نضيف لهم الكاكاو باش غادي يتبدل اللون باش يرجع بني. غادي نخلطهم بعدا في الاول هكذا، بعد غادي نضيفوا الكاكاو واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو وكنشوفوا ملي كنكونوا نجمعوا كنشوفوا. تقدروا تزيدوا اللوز مهرمش او الكاوكاو البيستاش، هادو غير اضافات كتقدروا تزيدوهم او كتخلوها بحال هكا عاديه كما غادي نديرها انايا. كنحتاجو لهاد العويدات متواجدين دابا في الاسواق. غادي نحتاجو الحليب مركز محلى، الكاكاو كما قلت لكم، غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال نوتيلا، وغادي نحتاج لهادو ديال السيليكون اللي دابا خرجوا كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل. صافي انا غادي نبدل ان شاء الله. غادي ندير معلقه كبيره ديال الكاكاو، من الاحسن يكون مر نوعيه جيده. غادي ندير معلقه كبيره ديال نوتيلا. هاد الخليط تقدروا تجمعوه اما بنوتيلا اما تجمعوه بالحليب مركز محلى، كيرجع لكم الاختيار. انا غادي نضيف غير معلقه كبيره ديال نوتيلا وغادي نكمل الجميع بالحليب مركز محلى. الكميه هنايا ماشي غير محدده، كتبقى على حساب الكميه اللي كتكون عندك، يعني كتبقاي تزيدي وانتيا كتشوفي حتى كتحصلي على واحد الخليط كيسهل عليك في التكوار. بسم الله. تقدروا ديروا الكونفيتور، تعاونوا بالكونفيتور اللي غادي دير كميه كثيره جهه نوتيلا غاليه او الحليب مركز محلى، تقدر تعاون بالكونفيتور. هانتوما شفتوا هو بدل داك الفاني رجع بني، يعني كيتبدل اللون ديالو. و الا شفنا كيما قلت لكم خاصو كنزيدوه ماشي مشكل. ملي كنضيفوا الحليب مركز الا كنتو غادي تضيفوا نوتيلا بلا ما تضيفوا بلا ما تزيدوا الكاكاو حيت هي غادي بوحدها تعطي اللون، ولكن اللي غادي دير الحليب مركز محلى ضروري تزيد الكاكاو. نبدا هادشي اللي في يدي دابا غادي نبقى نضيف الحليب. كما قلت لكم انا نضيف عيني ميزاني ونشوف. حتى كمية الكاكاو ما خصانيش، اللون هو هذاك من كي ها هو اش كيكون فازك، اللون هو هذا يعني بلا ما نزيد انايا الكاكاو. غادي نزيد غير الحليب باش نجمع الكيك ديالي. كما قلت لكم تنتحصلوا على عجينه كتسهل علينا في ملي كنكونوا نكوروها ما كتحلش بحال هذا الشكل. هنايا كما كتشوفوا معايا انايا درت شويه من العجين درتو على شكل كويرات، نحاولوا نديروهم نفس الحجم. اللي ما تقدرش تقدر توزنهم. هنايا كما كتشوفوا معايا انايا عاوتاني درت العجين الخليط ديالي درتو هنايا. انا غادي ندير معكم كنشدو شويه ديال العجين كنديروه بين يدينا كنطلقوه هنايا هكذا، كنضغطو مزيان باش كتاخد الشكل ديال السيليكون اللي حنا دايرين فيه هكذا.
ندير معكم واحد اخرى ومن بعد انايا نكمل. كنحتاجوا شويه ديال الشوكولا دايبه البيضه والبنيه، الا كانوا الاطفال كديروا لهم البنيه من الاحسن، حيت ماشي كلشي كيبغي الكحله، الكحله كتجيهم شويه مره، ولا كان الواحد غادي يديرهم للعائله وهذا كيقدر يخلط. صافي هنا كما شفتوا معايا انايا كندير كنضغط مزيان باش كياخذ الشكل ديال المول ديالي. ندير معكم وحده هنايا باش تشوفوا تقريبا نفس الطريقه هذا الشكل، وكتضغطوا مزيان مزيان، ولا خاصكم كتزيدوا عادي هكذا. كنحتاجوا لهاد العويدات، راهم متواجدين في الاسواق تقريبا كلشي تبارك الله عليكم كتعرفوهم، وراه سبق لكم يمكن شفتوهم او خدمتو بهم. صافي انا من بعد نكمل غادي هادو ديال هادو ديال البوب كيك غادي اللي غادي نديرو في الشوكولا البيضاء، غادي نغمسها في الشوكولا البيضاء وغادي نخشيها هكذا مزيان. صافي وكنخليها تنشف. نعاود معكم واحد اخرى نديرها بالبنيه حتى هي كنخشيها في وسط منها ونخشي لها الشوكولا الداخل باش كتشد هكذا. الا تحلات لكم شويه معليش كتوليو تقادوها بيديكم. صافي كنخليهم يبردوا، ضروري يبردوا، كندخلهم للثلاجه او كندخلهم للمجمد. هادو كناخذوها طوال، هنايا عندنا واحد الثقيبه في الوسط ما عرفتش راه كتبان لكم ولا لا، انا غادي نخشي في وسط منها كنشد هكا بيدي وكنخشي هكذا وكنولي نضغط عليها. نزيد معكم واحد اخرى كما قلت لكم في هاد الثقيبه اللي عندنا هنايا كنخشيو هاد العمود ديالنا بهذا الشكل، نزيدو شويه ندخلوه هكذا كنوليو نقادو الشكل ديالها. هادو نفس الشيء حتى هما كنخشيه مزيان هكذا، هذا ضروري خاصو يدخل هكذا وكنولي نشد. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه كما شفتوا معايا حتى نكمل الكميه اللي عندي وندخلها للثلاجه. انا غادي ندخلها للثلاجه تبات ليله كامله كما قلت لكم، اما الثلاجه اما المجمد، حقاش ضروري خاصهم يكونوا باردين مزيان من نجيو ندير لهم الشوكولا باش ما يتخسرش الشكل ديالها. هنايا كما كتشوفوا معايا انايا بديت في التزيين، هنايا درت نص درتو في الشوكولا بيضه وزينتو بهاد هادو ديال السكر بالالوان، هادو بويض غادي ندير لهم خطوطه بالشوكولا بنيه، هنايا هادو نص غادي ندير لهم بالشوكولا بنيه كما شفتوا معايا، زينتهم بهاد هاد الحليوات راه متواجدين في الاسواق الاشكال والالوان والموديلات واللي بغيتو. مهم عجبت لكم خاص الحلوه تكون بارده، شفتوا العمود كيشد نديرو له الشوكولا كيشد، ضروري تكون بارده باش ما كنخسرو لها الشكل. كندير الشوكولا ديالي عفوا هادو كنديرهم في الشوكولا كندور مزيان، من الاحسن الشوكولا تكون كميه كثيره، انا هنايا درت لكم غير شويه باش تشوفوا هكذا. كنسوس هاد الشوكولا الزايده هكذا مزيان كنزول هاد الزائد باش ملي كنحطها ما كيخرجش منها ومنها الشوكولا كتجي عايبه. صافي وغادي نحطها، هادي غادي ندير لها خطوط بالشوكولا بيضه. نجيو لهاد النوع الثاني الشكل الاخر اللي غادي ندير له الحبيبات قدامكم، حاجه غادي نديرها بالطبيعة كنشدها نغمسها كامله هكذا وكنسوس الزايد
هادو غادي نديرهم في ماغنوم. الحلوه نتاع الديكوراسيون كتمشيو على حسب لو تيم اللي كتخدموا به، على حسب اللون اللي كيكون عندكم. كان عندكم الزرق والبيض كديروا الزرق والبيض، كان عندكم الغوز كديروا الغوز، كان عندكم المهم كتحاولوا انكم تمشيو في تبقاو في نفس لو تيم اللي كتخدموا به. صافي الحلوه ديالي كنشد غادي نحطها هنايا ملي نحسا كنشد حلوه ان شاء الله يكون يبان لكم. كنبقى ندير لها هكا غادي وانا كندور في يدي كندير ليها الحلوه. الوليدات الصغار عزيز عليهم الحلوه، حتى الكبار الا شفنا خاصانه كنزيدو. صافي كنبقاو مكملين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. والتزيين كما قلت لكم كاين يمكن لكم تخليهم عاديين. دابا رجعوا من كيكونوا المناسبه تاع اعياد الميلاد ولا ديال الزياده ديال تاع الاسبوع داكشي كيديروا هنايا كيحطوا كياخذوا المول تاع السيليكون كاين اللي فيه البيبي كاين اللي فيه الورده كاين اللي فيه بزاف ديال الانواع راه كاينين تاع السيليكون في الاسواق. كتاخذوا العجين السكر كديروا اللون اللي كتخدموا به كتديروا في داك الموتيف اللي بغيتو من بعد كتلصقوه هنايا كيجي لاصق هنايا في الجناب كيجي لاصقين. كتمشيو غاديين كما قلت لكم بنفس الطريقه حتى تكملوا. دابا ندوزو باش نديروا الماغنوم هم حداكم باش تشوفوا ديروا هكذا نزولهم غير بشويه علاش قلت لكم ضروري انهم يبردوا باش كيبقاو شادين الفورمه ديالهم. الشكل هذا النوع الاخر. صافي الا كانت عندكم كميه كثيره من الاحسن الشوكولا كدوب واحد الكميه وكديروها في واحد الاناء كيكون شويه غارق باش كتشدوا هاد لي ماغنوم ديالكم كتغطوهم هكا واقفين وكتهزوهم كتسهل عليكم العمليه. انا هنا ما عنديش كميه كثيره على داكشي خليت غير دوبت غير شويه نتاع الشوكولا. غادي نغطي كامل الماغنوم ديالي بالشوكولا ونسوس هذيك الشوكولا الزايده. صافي وكنخليها تجمد من بعد كنزينها. التزيين كما قلت لكم كيرجع لكم على حساب لو تيم اللي كتخدموا به كتزينوا لي ماغنوم ديالكم. كنبقاو هكا كنفضوا في يدينا هكذا باش كنزودوا داك الزائد. كنحطوه هكذا خليت معكم هذا الشكل. صافي انا غادي نكمل غادي نزينهم غادي ندير لهم خطوط بالشوكولا مختلفه. البيضه غادي ندير لها البنيه والبنيه غادي ندير لها البيضه وغادي نزينها بهذه الحبيبات تاع الشوكولا دوغي كما شفتوا معايا في البيفي عندي الدوغي. صافي ندير لها شويه نتاع دوك الحبيبات تاع الحلوه البيضاء. صافي كيكونوا ديالنا كيكونوا لي ماغنوم ديالنا جاهزين. هنا سمحوا لي انا الفيديو حساب اللي كان كيصور. المهم انايا الاناناس قطعتها على زوج هانتوما كانت بحال هكذا شديتها حطيتها هكذا وخشيت الموس هنايا وقطعت مشيت كامل هكا حتى قطعتها على في النص. صافي غادي نشد واحد النص نحطو هنا النص الثاني غادي نقلبو وغادي نقطعو حتى هو في النص. خدو السكين يكون ماضي باش يساعدكم في الخدمة هاد الشكل. هكذا غادي نحيد لها هاد القلب حيت كيكون قاصح. بسم الله انا غادي نجيب سكين في القلب ديالها كما قلت لكم حيت كيكون شويه قاصح
مغيب شوية، أنا السكين اللي عندي ماطي بزاف صافي. من بعد غادي هاكا نخويها من هنايا كامل، غادي نمشي بالسكين هكذا نخويها كامل ونحاول ما نهرسهاش. هانتوما ندير هكذا كنمشي معها غير بشويه، انايا كنحاول كنحفر من الداخل هكذا. انا باش نتدريش صافي، هاني زولتها كامله صافي. دابا غادي نقطعها هنايا طريفات هكذا، هذا الشكل، وغادي ندفع واحد من هنا وواحد من هنا. كندفع هذا لهيه، كنجبد هذا من هنايا، كندفع هذا من هنا، كنجبد هذا من هنا هكذا. باش كيعطينا هذا الشكل. هنايا عندي تشكيله من الفواكه مقطعه، لي كوفر مقطعين حتى هما، لي بانكيك درتهم حجم صغير، الرابط ديالهم غادي يظهر في الفيديو. هنايا عندي لي براونيز ولي شو، هادو لي ماغنوم والبوب كيك اللي خدمت معاكم. هنا اللي ما عندهاش لا فونتين تاع الشوكولا تقدر تستعمل هذه الطريقه، كدير شميعه من التحت. هنايا فواكه حتى هما، كتاخذوا اي فواكه كيكونوا عندكم، ما نساوش الطبيصلات والبابي والاعواد ديال الخشب. هنايا عندي الديسير، درت لاموس الشوكولا مع سبيكيلوس وشويه تاع الفريز وكريم فريش. نتمنى ان شاء الله الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم يعجبكم، وتحاولوا انكم ديروه وتفرحوا به نتوما وحبابكم وصحابكم، وعلاش ما ديروش حتى في المناسبات ديالكم. ودائما ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك الى عجبكم الفيديو وتبارطاجوها مع الاهل والاحباب. والى وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.